السلام عليكم متابعين قناة أمين نزار. حبيت فقط نوضح واحد الأمر، لأنه كثرت بزاف وما ولاتش المتابعين نورمال. جماعة حنا رانا نديرو في الدروس التعليمية باش تتعلموا، قاعدين نشرحوا في دروس ونخسروا وقتنا وجهدنا ومالنا باش نتوما تشوفوا هذا الدروس باش تطبقوا هذا الدروس. بصح راني نشوف باللي النسبة الكبيرة فيكم يحوسوا على الدعم ولا يحوسوا على المساعدة المباشرة. في هذه الحالة إذا كان توما الدروس ما كومش حابين تفرجوه وتطبقوه، واحد يقولك ما نعرفش، واحد يقولك ما نفهمش، وإذا طلبنا منكم الدراهم تقولوا بلي الدراهم بزاف، ها لا هي بزاف، ودوك نشوف ودوك نخمم، دوك فاهموا روحكم. لو كان توما ما عندكم لا في الراس لا في الجيب، هاي ما تصلحش جماعة، على الأقل لا مش في الجيب في الراس، لا مش في الراس في الجيب، ما عندكمش في زوز هاي ما تصلحش جماعة. نقدر نعيش الواحد، نقدر نعت زوز، بصح ما نقدرش نعت لكم كامل، راهي ما تصلحش انه واحد ينعت لكم كامل. دوك لازم نتوما تفهموا روحكم، كاين حوايج مش روحين، نتوما تبعوا حوايج اللي راهم مش روحين، حوايج اخرى دبر راسكم. كاين دروس فيها مشروحات من الأ للزاد، صوت وصوره، ما نبقاوش حنا ما تفهم لا في الراس لا في الجيب، ما تحب تسلك دراهم ما تحب تتعلم، وتحب انا نعيش لك شخصيا ونضيع ساعتين من حياتي ولا ثلاث سيع، لمامو انا ثلاث سيع هذوك ندير فيهم فيديو، نروح انا نفتح لك حساب ادسنس ندير لك المعلومات، وكي نقولك نطلبك 100,000 بزاف، كي نطلبك 200,000 بزاف، يروح تشوف كاين مقراطوي انا نديرو فيها مجانيا، مجانية راهي باطل يا جماعة، صوت وصورة باطل، يعني طبق الخطوات برك، تحب من الهاتف يا جماعة راهي موجودة في الهاتف الشروحات، ما عليكم فقط تكتبوا مثلا كيفية فتح حساب ادسنس من الهاتف 2021، راح يخرجولك جميع الشروحات، يعني ما كاينش حاجة راكم نديرو فيها بالدراهم، كلش مجاني، وكل هذا راكمش حابين تعلم. الميساجات كثروا، لي كومونتير كثروا، كامل دعم اخوتي، يا اما تحبسوها يا اما والله هذه ما نزيدش نعاود نهضر مع حتى واحد، نعود ندير الفيديو تاعي نحطه من كومونتير حتى واحد هكذا ما نزعف حتى واحد، واحد ما يخلق مني وانا نقلق من واحد، يعني فريمون والله وليت نقلق بزاف، لانه ما وليتش نشوف باللي المستوى تاع الشعب الجزائري قاعد يطلع، بالعكس كل ما نعطيهم حاجه نتعلموها ولا يقولوا لي دعمنا دعمنا. من فضلكم يا جماعه، من فضلكم كاين دروس وشروحات، اللي ما يعرفش خلاص معليش نقدروا ندعموه شويه نعتولوا، بصح مش الدرجه هذه. اذا خليكم يا جماعه، هذا فقط توضيح، الله في رواحكم، فيديو اخر ان شاء الله.